السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شراكم صفاء شراكم الله، شراكم صحة والعافية. في موضوع اليوم راح نشوفه كذلك موضوع من المواضيع اللي دائما تتكرر في اكزام فينال خاصة لسادس وانيون ولسادس وانيون. الان راح نشوفه في ريكولتي، راح نشوفه برنامج مقرر عليكم، ونحاول نركزكم على المواضيع اللي دائما تتكرر في هذا الموديل. قبل ما نبدأ ما تنساوش جيم برنامج القناة باش يوصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله. موضوع اليوم راح نحكوا على ريكولتي، راح نشوفوا المواضيع اللي دائما تتكرر في هذه المادة في هذا الموديل. كذلك نصيحة لكم، بيريكولتي وبيدياتري تقريبا نفس المواضيع اللي كاينة في لاديلت كاينة في لونفو ولا نوفوني، واي واحد يدخل المواضيع هذه راح يكون ملخصات فقط اللي تحتاجوها، ولا دائما الحوايج اللي دائما تتكرر راح تلقاوها في القناة. اي باراميديكو راح يدخل هذه القناة راح يستفاد ان شاء الله، وان شاء الله في ميزان الحسنات. اول حاجة راح تشوفها في بيريكولتير، شفتوها بالنسبة للسنة الثانية وبالنسبة للسنة الاولى طالعين السنة الثانية، يشوفوا اول درس اللي هو الهيستوريك دو بيريكولتير. راح يشوفوا الهيستوريك كالكو باج، راح تشوفوا بالمختصر الهيستوريك كيفاش بدات بيريكولتير. حاجة ثانية راح تشوفوها الديفينيسيون، تعريفات بالنسبة لبيريكولتير، راح تشوفوا نوسيون سو لي ديفيرون ستاد دو ديفلوبمون كيفاش تطورت بيريكولتير، راح تشوفوا كذلك نوسيون سو لي كاركتيرستيك دو نوفوني، راح تشوفوا خصائص نوفوني ريفلكس لاس في فيزيك والبوزوان دو نوفوني. لحد الان تقريبا هذا المواضيع ماهمش لي مهمين بزاف. تشوفوا كذلك ديفلوبمون ستاتيرو بونديرال، راح تشوفوا ديفلوبمون بسيكوموتور بيس بي بي وموسيراسيون، شفناها في المواضيع السابقة ونحاول نختصرها لكم في الأيام القادمة. بريماتوري ديفينيسيون ليتيولوجي، كذلك شفتوا نوسيون ديديتيك، راح تشوفوا لاتمون ماترنال لاتمون ارتيفيسيال ولاتمون ميكست. هذو بالنسبة للمواضيع الأولى. بالنسبة للتكنيك اللي فيش تكنيك اللي راح تشوفوهم بالنسبة للنوفوني واللي دائما يتكرروا، الحاجة الأولى ريفيكسيون دو بيرسون شفتوها من قبل، ليجيان دو ليتري نفسها تقريبا هي والادولت، لونتروتيان دو لانكوباتور و سوان دي جيان اللي فيها الباند بيبي وفيها سوان دو فيزاج وفيها سوان دو كوردون اومبيليكا، كذلك تواليت دو سياج سوان دو بوش شفناها من قبل، كيفاه كذلك دونيان بيبرون بيبي، لونتروتيان دو لا شومبر اي دي اكسسوار. هذه كامل شفتوها في بيريكولتير، موديل بيريكولتير. في الاخير توني دو كارني دو سونتي، اكيد قريتو كامل كارني دو سونتي، ممكن يجيك سؤال على كارني دو سونتي. الان الحوايج اللي لازم تركزوا عليها في بيريكولتير اكيد هي لي فيش تكنيك. بالنسبه لي فيش تكنيك ريفيكسيون بيرسو وليجيان اكيد شفناها من قبل، والانكوباتور كاين اللي يطرح عليها السؤال، سوان دي جيان شفنا البان السوان فيساج والكوردون، هذو الحوايج اللي ركزوا عليهم كوردون، كذلك سوان دو بوش والبريباراسيون تاع البيبرو. اذا كان درس طويل راح نحاول نختصر لكم كامل الدروس ان شاء الله، وكما قلت اذا ما وصلناش حاولوا تلخصوا مواضيع المهمه قبل الامتحان. وصلنا لنهايه الموضوع، وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الشرح. اي جديد راح يكون في القناة باراميديكال دي زيت توب، اي جديد راح يكون مع بروف انكوني. في الايام القادمة راح نعطيكم ملخصات خاصة بيريكولتير والبيدياتري ان شاء الله. تهلاو في روحكم والسلام.